الاختبار التحصيلي. تتطلب الدراسة بعد المرحلة الثانوية من المتعلم أساسيات في العلوم والمعارف وحصيلة علمية مناسبة لتمكنه من التعلم بصورة سليمة، وعادة تتكون هذه الحصيلة من دراسة السنوات الثلاث في الثانوية العامة واللي عرفها مركز قياس بالتحصيل العلمي. فاختبار التحصيل الدراسي يقيس الحصيلة العلمية عند خريجي المرحلة الثانوية للأقسام العلمية والنظرية، ويعد فرصة لكل مجتهد، وهو يختلف عن الاختبارات التقليدية والمعتمدة على الأساليب الخاصة لكل مدرسة. الاختبار على نوعين، النوع الأول خاص بالقسم العلمي من المرحلة الثانوية، ويشمل أسئلة متنوعة من مناهج الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، والهدف منه قياس فهم الطالب وتحصيله العلمي وقدرته على الربط والاستنتاج. أما النوع الثاني فيختص بالقسم النظري، ويشمل الأقسام الشرعية والإدارية وما في حكمها من المرحلة الثانوية للبنات فقط. يتكون هالاختبار من أسئلة متنوعة من مناهج النحو والصرف والبلاغة والنقد، وهناك أسئلة من الأدب العربي والتاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى التوحيد والحديث والثقافة الإسلامية. وفي كلا الاختبارين تكتب الأسئلة من المناهج الدراسية الخاصة بالصفوف الثلاثة من المرحلة الثانوية، وتوزع الأسئلة بنسب مئوية كالتالي: 20% من الأسئلة من منهج الصف الأول ثانوي، 30% من الأسئلة من منهج الصف الثاني ثانوي، 50% من الأسئلة من منهج الصف الثالث ثانوي. وإذا ودك تجرب الاختبار فهو موجود عبر موقع التهيئة والتدريب الخاص بقياس مجاناً.